السلام عليكم ناس الشيوخ والرمشي وما جوارا، شكون فيكم ما يعرفش الجبل الأخضر وعلاه سماوه الجبل الأخضر؟ طبعا سر الإجابة في الأعشاب اللي تظهر على يميني وكذلك الأعشاب اللي تظهر على يساري، وعلى رأسها عشبة الشيح أو زعيترة اللي تسمح للجبل بالحفاظ على حلته الخضراء طيلة أيام السنة، واللي تحمي التربة من الانجراف ويرعى فيها النحل بامتياز، زيادة على منافعها الطبية واستعمالها بكثرة في الطبخ. فمثلا المكان هذا بكري كان معمر بالزعيترة وكانت ترعى فيه النحل وكانت تخرج منها عطور. اليوم لاحظوا النظرة تحت العشبة اللي أصبحت محل عملية تجارية همجية قاضت على الأخضر واليابس. لذا المطلوب من الهيئات المعنية التدخل العاجل لحماية العشبة من الإتلاف كي يعود الجبل الأخضر إلى حلته الدائمة.